ازيكم شباب، النهارده يكون عندنا فيديو اول حلقه من برنامج الحوار. احنا النهارده هنبتدي اول حلقه من البرنامج زي ما قلت لكم. ده زي ما قلت لكم برنامج بنتكلم عن حاجات كتير، كل حلقه موضوع او موضوعين، واحيانا لو الموضوع قصير بنتكلم عن ثلاثه. انا قطعت 3 ايام، بعد كده نزلت فيديو، بعد كده قطعت 3 ايام تاني. اول 3 ايام زي ما قلت لكم ظروف المدرسه وكده. تاني 3 ايام اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده عشان الفيديو ده. مش معنى كده ان انا كل اسبوع في البرنامج هقعد 3 ايام قبليه ما بعملش فيديوهات، لا، الا طبعا لو عندي ظروف. لكن لان دي اول حلقه ولازم يبقى الموضوع حلو ولازم البرنامج يستمر حلو علشان الناس تعجبها البرنامج وتعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو وشير وكومنت وكل الحاجات اللي انا بقعد اقولها. كل فيديو ده، كل فيديو من اللي انا بعملهم، وانتوا عارفين السبب، لاني لو ما خدتش الحاجات دي هعرف ان الفيديو مش حلو. بس اتمنى ان البرنامج ده يعجبكم. هي مش سلسله، هو برنامج بيجي كل اسبوع كل يوم خميس، ولو لقيت ان البرنامج عجبكم هيبقى كل اسبوع حلقتين مش حلقه واحده. المهم النهارده هنتكلم عن الحاجات الغريبه اللي موجوده في الالعاب، بقى في الحقيقه في الخرافات. بس هنبتدي بالالعاب علشان لو وقت الحلقه ما كفاش نبقى جبنا اكتر جزء الناس او الاطفال عامه بتهتم بيه. وهنبتدي باول حاجه، ودي اكتر لعبه مليانه الغاز، اكيد انتوا عرفتوها من غير ما اقول اسمها، يعني جي تي اي 5 في. اخر اصدار لجي تي اي نزل من شركه روك ستار. اللعبه فيها كميه الغاز، يعني لوحه وعديناها، فضائيين وعديناها، مركب فضائي وعديناها، جثث في البحر وعديناها، عدينا كتير. وفي كل تحديث للعبة بينزلوا ألغاز تانية. ماشي، عدينا كل ده بس اتخنقنا. أبسط حاجة، حد يحل لوز الجيت باك على اليوتيوب. نفسي ألاقي واحد بس حل لوز الجيت باك بنفسه، طبعا مش مركب مود والحاجات دي. من الحاجات الغريبة مثلا المركبة الفضائية اللي فوق الجبل، ازاي الشرطة والجيش ما اكتشفوهاش؟ أبسط من كده، المركبة الفضائية اللي فوق قاعدة الجيش، طب ازاي هما ما بيحاولوش يعملوا اتصالات مع الكائنات الفضائية؟ بس يعني حاجة غريبة والله. اللوحة، طب مين رسمها؟ مين عملها؟ يعني أفهمها، يعني مين عمل اللوحة دي وعملوها ليه أصلا؟ معرفش بصراحة. الحاجة اللي بعدها مثلا الفضائيين اللي موجودين في مكان التصوير، هتقولوا لي دول ممثلين، ماشي، بس ده لو سبته لوحده هتسمع أصوات كده وبتاع، حاجة مقرفة بصراحة. مش مقرفة، أنا قصدي حاجة تخليك عايز ترجع، لا قصدي حاجة يعني تتعب. انتوا مش شايفين كمية الألغاز اللي في اللعبة دي؟ ندخل مثلا في لعبة تانية أنا مش فاكر اسمها قوي، لكن بتلاقي مصحف مرمي على الأرض، يعني هما كده بيشوهوا الإسلام، مصحف مرمي على الأرض. في لعبة تانية لما تلاقي الكلمات كلمات عربي بالمشقلب عشان ما تبانش. انا طبعا مش فاكر اسامي الالعاب دي او يعني، لان انا ما كنتش ناوي اعمل برنامج وما كنتش ناوي اعمل حلقه، لكن قررت اعملها، فانا مش فاكر قوي الاسامي وهحاول اعدها لكم. ومن الالعاب الغريبه اللي نقدر نتكلم عليها مثلا ماينكرافت. مين هيرو براين ده؟ يعني جه ازاي؟ ايه اللي خلاه موجود في اللعبه؟ انا عارف ان هو جن، او علشان في ناس ما بتحبش الكلمه دي، انا عارف ان هو عفريت. جه منين؟ ايه سببه؟ كل الناس عارفين ان ده ستيفن، لكن بعينين بيضه وبيعمل صفات غريبه، ما فهمتش برضو، يعني ما فهمتش اي حاجه. من امثله الالعاب الغريبه، كل اصدارات جي تي اي غريبه، يعني انا مش قصدي على جي تي اي 5 في بس، انا قصدي على كل اصدارات جي تي اي. كل اصدارات جي تي اي غريبه مش مفهومه، وروك ستار غاويه تتعب المتابعين وتتعب المشاهدين وتتعب اي حد. يعني ده كان جزء مهم جدا من الحلقه. الجزء الثاني، الحاجات الغريبه اللي بتحصل في الدنيا، يعني ما يقولك فيلم ذا كونجرينج جاي عن قصه شبح حقيقي. هو في شبح هيطلع في الكاميرا يا جدعان؟ هتقولي فوتوشوب. ماشي فوتوشوب، ماشي، طب ما عرفوا منين بقى قصه شبح دي بقى؟ فهموا يعني حاجه ما تدخلش العقول. واللي يقولك لو شفته هيطلع لك الجن ويطلع لك العفريت ويطلع لك ايه دي منه بومبا، ايه ده؟ مش هيطلع لي اي حاجه، مفيش حاجه من دي هتحصل. صحيح ان هو فيلم رعب ويستحق ان هو ياخد اكتر فيلم رعب بجداره او اكتر فيلم مرعب بجداره، لكن انا برضو يعني اصل لو في جن فعلا
هما كانوا هيسيبهم يصوروا فيلم عنه كده عادي خالص عاديا، يعني هيبقى زي توم كروز وانجلينا جولي، هروح ياخد الاوسكار يعني اكيد مش هيسيبهم. وفي حاجات بس انا مش عارف دي شعة ولا لا، اللي هو ان في مصورين اختفوا، ما اعرفش يعني هم كانوا بيتهيألي بيصوروا في غابة، فممكن يكونوا اتقتلوا اتاكلوا من حيوانات، مش قصدي من حاجة. الحاجات التانية برضو الغريبة اللي بتحصل في الدنيا، اللي يقول لك تم تصوير عفريت يخرج من غرفة في مول، ولا مش في مول اسف في فندق، واحد العفريت مش هيطلع على كاميرا، يعني الكاميرا اللي انا بكلمكم منها دي او كاميرات مراقبة او تحت البنفسجية مش هيظهر عليها عفريت. وهو العفريت هيبقى في الفندق بيعمل ايه؟ يعني الهاني مون بتاعه ياخد شهر العسل، هيكون بيعمل ايه في فندق؟ شغال هناك هاوس كيبر؟ شوية عقل شوية عقل يا جدعان، هتجننوني. بس يعني ده كان اهم حاجة يعني حبيت اتكلم عنها. انا مش فاهم بصراحة الناس اللي بتعمل الحاجات دي بيبقى مخها فين وهي بتعملها، ده اذا كان في مخ اصلا وهي بتعمل الحاجات دي. يعني انا مش قصدي اتريق على حد ولا اشتم حد، بس لما تيجوا تعملوا حاجة اعملوا حاجة ممكن تتصدق. هتقولي فيلم رعب ازاي يتصدق؟ فيلم خيال علمي ازاي يصدق؟ ما بقولش طبعا يتصدق زي الحقيقة، يعني مستحيل حد يصدق ان في باتمان او ايرون مان، لكن حاولوا تبقوا واقعيين على قد ما تقدروا، الفيلم ساعتها هيبقى احلى شوية، يعني شوية واقعية هيبان ان لا دول تعبوا وقدروا يعملوا كمية واقعية في الفيلم حاجة رهيبة. ده اللي فعلا يقدر ان حد يقول عليه فيلم مميز او فيلم حلو. وانا ما بغلطش في فيلم ذا كونجرينج، لا ده انا نفسي اشوفه، بس ما يعني انا عن نفسي ما بحبش افلام الرعب اصلا، لكن لما سمعت عنه الحاجات دي قلت اشوفه وعيش التجربه. لما تندم على حاجه ما عملتهاش هتحس بندم اكتر مما تندم على حاجه عملتها. فلو انت ناوي تعمل حاجه لكن قلت لا مش هعملها، هتندم اكتر من لو عملتها وطلعت غلط، او على الاقل دي زي ما في دراسه بتقول كده. بس وده كان كل حلقه البرنامج النهارده، وانا لو فاضي اعمل حلقه تانية قبل الاسبوع اللي جاي لو فاضي، يعني انا ما اقدرش اوعدكم وما اقدرش ما اوعدكمش لو فاضي. بس وانا عايز اقول في قناه تانية هي مش بتاعتنا لكن هي بتاعت حد من اصدقائنا، اسمها هوم اوف كرافتس. دي بتنزل، هي مش نفس فكرتنا، لا هي بتعمل حاجات عن كرافتس وكده، هي مش نفس فكرتنا، مش نفس الفكره اللي احنا عاملينها. بس وده كان كل اللي انا يعني عامله النهارده، يا ريت اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى البرنامج يعجبكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. سلام.